هذه الوقفة معدة اليوم التضامن مع السنتر قالوا الشيخ والدد هذا سبع سنتر كان كوماندان من جندرميري خاطر حرب الصحراء من المريين يدخوي بتراس الماء وذاك اللي عدل فيه تعرفوا مولتاني كاملة نحن هو كنا نتوقع لأنه كان يلا يوشح بدل من يعود له يحاكم مثلا قاع الرشوة ذيك الساعة تسيشي هو ما قطرت شف إش قال مثلا كريا تشري الزحام إش قال كريا قاع الرش ما تشري النير إش قال الزحام هو ما قطرت بلها إش قال يعود له يحاكم لا راشد هو راشد كان ينقل هو نهار نهار العسكر عسكر يزيد العربي المرية في نهار العدو ذكية تشاف ما هي مسفية نكرا عنها مقصر سعليت من العليا وصبحت العليا خبر معناته انك ما تقدر اليوم ترجع للنوم وهذا الراجل هو اللي في نهار العدو ذكية تشاف ما هي مسفية نكرا عنها مقصر عدل فيها لك اللي كنت يعدل رافضين رافضين مستعد للنوم حلال ونأكدوه هون رئيس الجمهورية لان المقاطعة اللي قال مقاطعة مسكنة ما هي مستعدة للنوم اللي هنا لنبي مقاطعة وحيدة ما عندها أي رقاش لا والي ولا حاكم ولا مدير ولا مستار ولا شيء بينما تتوقع التوظيف هي هي هاش على أخيارها وأعيانها بدو حبسه هذا ما هو مهول وبلا معنى نحن مستعدين مطالبنا على أن الراجل اللي قالوا الشيخ والدد لأنه ذي الاتهامات ما يندار فيها ولا يمشي فيها ولا قطعات منها ما يا الله يعدل فيه ذا النوع من الحالات ونحن ما نحن مستعدين به اللي ما يصلح إلا النوع يا راجل نزيه بطل معروف حارب عن الوطن بدمه وبلحمه انه ما هو مستعد يقد يعود لا يرجع للنوع من المتاهات النوع من المتاهات هذه المدات ما تلاقوا صالحين وفاش قال له هو هذا راجل كان رقمه اعطيه للزرجاس الحالات المستعجلة لاي مريض جاي يعيط له تليفون وفاتح لي النهار من فوقه هو معناته انه ما هو مستعد للنوع من الحالات ما طلبنا اليه نوجه رئيس الجمهورية لأن الراجل اللي قالوا الشيخ والدد عنه ذا النوع لا يمشي فيه ولا يصلح له ولا ينتهم به ولأنه مستعدين احنا لأنه يمشي فيه ونحن كاملين واقفين معاه ضد النوع الرشوة ما قطعنا من هذا ولأنه مستعدين ومعاه هو باللي يمشي ماشي معاه وذا النوع ما أنه مستعدين له صراحة وشكرا وقفة منظمة من طرف شباب مقاطعة باسكنو تزامنا مع وقفات أخرى تنظم في مقاطعة باسكنو ومركز فصال الإداري مساندة للشيخ وللددة وتنديدة للتهم السخيفة والمضايقات القضائية التي يتعرض لها لا لشيء إلا أنه عبر عن إرادة الشعب الموريتاني برفضه التعديلات اللا دستورية المتمخضة عن حوار أحادي وقرارات اغتشالية يتكلم سيد أحمد العليو موضوع الوقف تأييد والتضامن مع سنة ثار الشيخ والددة نختار ذاك الرئيس رئيس الجمهورية يعني لأن السكان باسكنو يرد لهم الجميل بإهانة الشيخ والددة به الصورة الوحيدة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي أهلها نصهم نص كراعيهم في الماء ويديهم يشيروا اكتفاء بقدومه هو رئيس الجمهورية نتيجة الاستفتاء لا تعود النهاية ارتد لهم الجميل بإهانة من أحد أكبر فاعلينه السياسيين وأكبر قاع في المحايد المقاطعة وحتى في الولاية كابة الشيخ والددة لا إله نقوله ولا يزيد عليه يكون اللي قال له قط قال له الشاعر يوم دخلت الرابطة كرعيك وانت في الضابطة اليوم دخلت في رابطة كرعيك وانت في الضابطة تقالوا الشعب الشيخ والددة والشيخ والددة احنا ما ينقصوا عندنا احنا نمتهم بالرشوة الشيخ والددة رمز من رموزنا متضامنين معاه وشكرا.